شخص مسافر من وجمع صلاة الظهر والعصر ولم يتذكر صلاة العصر إلا بعد صلاة العصر صلاة الظهر إلا بعد صلاة العصر بعد ما صلى العصر بالجماعة، فما الحكم عليه؟ كيف صلى صلاة رجل يجمع إينا؟ أخر الظهر إلى العصر إينا؟ فصلى العصر قبل الظهر ناسا في جمع نسيان منه ما على شيء ليس على شيء يصلي الظهر ولا على شيء. ويوم أفضل جمع التأخير من التقديم؟ الأفضل في الجمع ما كان أيسر له، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن زالت الشمس قدم العصر مع الظهر. وكذلك المريض الذي يحل له الجمع يفعل ما هو أسهل له، قد يكون الأسهل له أن يبكر يجمع جمع تقديم، مثل أن يجمع العشاء مع المغرب لينام مبكرا، وقد يكون الأمر بالعكس مثل أن يأتي عليه وقت الظهر وهو نائم ويؤخر الظهر إلى العصر. المهم أن الجمع سبب المشقة، مشقة الصلاة في كل وقت، فإذا كان هذا هو السبب فما كان أيسر في الجمع فهو أفضل.